حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم باللي راح نعرضه لكم أو باللي أنتم تريدون تحجون به من مواضيع. المواضيع اللي راح نطرحها عليكم هي أنتم صورتوها، أنتم نشرتوها، أنتم اللي رفعتوا هاي الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الناس تعرف أنه هاي الفيديوهات هي عبارة عن صوتكم. اللي يريد يتصل بينا بالبرنامج، أرقام البرنامج بالأسفل، تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب على برنامج الواتساب برسالة مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين جتنا الرسالة. نبدي حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بهاي الحلقة هو ملف الخدمات وبالتحديد قضية تراكم المياه، يا مياه، مياه الأمطار بالتأكيد، نتيجة لانعدام الخدمات، نتيجة للفساد، نتيجة لتهاون الدوائر المعنية بهذا الأمر بأداء واجباتها، نتيجة لفساد المسؤولين، نتيجة لسرقات القرن الكبيرة اللي سرقت أموال العراقيين. وراح نحكي هنا عن محافظة ديالى اللي إلها نصيب كبير من المعاناة والأسباب عده. أهالي محافظة ديالى شكوا من تردي الواقع الخدمي بالمحافظة، والمحافظة حالها حال المحافظات الثانية، ما يفرق الوضع عندهم. شكوا المواطنين من هاي القضية. أحد المواطنين بمدينة بعقوبة مركز المحافظة بالتحديد من منطقة القاطون يشكو من اضطرار طلاب المنطقة إلى الخوض بالطين والوحل ومي المطر، هم رايحين إلى المدارس وهم راجعين إلى البيوت من المدارس. هذا اللي يصير وياهم مو يوم أو يومين، لا، ويا كل نزلة مطرة بالعراق، ويا كل نزلة مطرة تمطر على ديالى وتحديدا على مدينة بعقوبة، الناس حالهم هذا الحال، والتلاميذ يسبحون بالوحل بسبب سوء الإدارة، بسبب عدم وجود مشاريع خدمية، بسبب انعدام المشاريع الصيانة، بسبب عدم وجود شبكات للصرف الصحي، بسبب انتشار الأتربة، بسبب انتشار النفايات والزبالة، بسبب انتشار الفساد اللي نخر الدولة العراقية. خلونا نشوف. طلاب العراقيين منا لما يتخرجون من الكلية ما شاء الله تكون رجلهم معدة إلى دخول في ماراثون، إلى الدخول في سباقات العدو الجري، لأنه هو دا يمشي في صعاب. لو أكو برنامج بالوطن العربي مثل برنامج سيرفايفور النجاة أو الناجي، أفضل شعب لهذا البرنامج هم الشعب العراقي، لأنهم عايشين بهاي الأوضاع. بس الفرق هناك يعيشون بغابة من تمطر الدنيا، ما يغرقون، يصير طين شوية ينتهي المطر تنشف القاع يرجعون الوضع طبيعي. نانا أسوأ، نانا الطين يوم ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، لأن المي ما يتسرب، لأن ما عندنا شبكات مجاري، ما عندنا شبكات صرف صحي، ما عندنا دوائر بلدية تؤدي واجبها بصورة صحيحة. بالمقابل عندنا موظفين بالبلديات، وعندنا موظفين بوزارات، وعندنا ناس ياخذون رواتبهم، وعندنا هوايه اوامر بالعراق موجوده، او هوايه قضايا بالعراق اكو ناس تاخذ رواتب عليها. من المفترض ان ذول الناس اللي ياخذون الرواتب يخلصون الشوارع والمناطق من هاي المساوئ حتى الناس ما تعيش هيك، بس ذول يستلمون راتب والحال اللي راح تشوفوه
بالخالص هسه. الحالة بقضاء الخالص بمحافظة ديالى أسوأ من حي القاطون ببعقوبة، لأن الفيديو اللي راح نشوفه ورا شوية واللي وثقناه أحد المواطنين راح يبين لكم الحال المزري والتعبان للطلاب ومعاناتهم طلبة المدارس بالوحل والطين اللي غطي معظم شوارع قضاء الخالص. خلونا نشوف. أتمنى شركة رياضية تسوي لنا معدات للتزحلق على الطين حتى شوية الطلاب يستفادون من 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 الحال اللي هم عايشين به. هذا مو حال مدينة ولا قضاء. المشكلة إنه اللي دا يشوفه بالعراق هو نفس الشيء، إن كان بديالة ولا كان ببغداد ولا كان بذي قار ولا كان بالبصرة وباقي المحافظات إن ما ذكرت اسمهن فهن كلهن على حد سواء. كل محافظات العراق تعاني من نقص الخدمات او انعدام الخدمات، مو نقص، لان لما تقول نقص اكو خدمات بمكان بس اكو مكان ما بي، لا احنا ما عندنا اصلا خدمات. تمطر الدنيا يغرقون، يجي الصيف تنقطع الكهرباء، يجي الصيف يصير حريق لان ماكو ضوابط سلامه بالبلد، يجي الصيف تتكسر الشوارع لانه طريقه البناء غلط وما بيها حساب للتمدد بالصيف، يجي الشتاء تتكسر الشوارع لأن ماكو بيها حساب إلى برودة الهواء اللي بالشتاء، إضافة إلى عدم تنفيذ المعايير السليمة للبناء. مشهد فوضوي دي يعيشوا العراقيين نتيجة لفساد المسؤولين اللي حكموا البلد من 2003 إلى حد هاي اللحظة، والبلد من سيء إلى أسوأ. الناس علقت على هذا الموضوع من فيسبوك. زهرة: هنا منطقتنا الخالص نفس الشيء، من وراء الانتخابات دمروا الشوارع. أبو نبأ الكرادي: من الصبح لي السادة نستغيث، ما بقى بيج ما نشر حول نكبة الرحمة، لكن الحكومة المحلية ما شفنا منها أي استغاثة، نريد حلول سريعة وفورية حتى وإن لزم الأمر تدخل الدفاع المدني وآليات الجيش لعجز الدوائر الخدمية للعمل في الرحمة. نورهان الربيعي تقول: والله يا بقعدنا وعشنا بيها 9 سنوات، متل راد الشوارع الطريق للمدارس بالمطر بالصلوات يلا عادين توصل، معقولة هيش منطقة بيها زخم سكاني كبير لا شوارع مبلطة ولا مجاري؟ عجيب. مازن عبد الجبار: المفروض العمل المجاري في الصيف يتحملون الأهالي ذلك، أما الآن في الشتاء غير مقبول، هي 20 سنة ما عملوا والعمل في الليل في الصيف جيد. هذا تعليق الناس على هاي القضية في العراق، وهي قضية معاناة التلاميذ في كل العراق وليس في ديالى فقط من الوحل والخوض في الوحل والطين بسبب تراكم مياه الأمطار خصوصا في فصل الشتاء. هاي المعاناة مستمرة من سنوات. شامل من الموصل، حياك الله. السلام عليكم عزيزي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. يعني طبعا نحن نحكي عن المعاناة مالتنا عن الموصل. تفضل. ايه طبعا نحن انا اتكلم معاك طبعا تحياتي ومع كل التحيات لقناتكم الموقرة الصادقة، بس هي تنقل الاخبار بصورة صحيحة ومع المواطن. حياك وبياك اخوي العزيز شامل، واجبنا. الله يسلمك وحياك الله، يا مرحبا. وانا اتكلم معاك من كل صراحة. تفضل. امانة هاي علي. طبعا نحن هنا بالموصل، يا موصل عندنا حمار الشريف النزيه نجم الجبوري وحاربونا عليه وطلعوا لي كان يشتغل. نعم. هاي معاناة مالتنا. اشتغل والرجال وسوى المدينة وعافى عنه وصدى يكملها وحاربوه طلعوه. نعم. لأن ليش؟ لأن إنسان شريف ونزيه ويشتغل وما يخلوه، ويريدون يجيبون واحد حرامي حتى يهجمها للمدينة ويدمرها. أخ شامل، بس حتى الناس تعرف، يعني أنت تقول اشتغل على النص. أيه؟ كمية الفيديوهات اللي دا تنتشر من أهالي الموصل
تبين لنا العكس، تبين لنا لحد الآن أكو أنقاض بالموصل، تبين لنا لحد الآن أكو مشاكل كبيرة بالموصل، وأكو في بعض المناطق لحد الآن أكو انتشال لجثث موجودة تحت الأنقاض. أستاذي العزيز، نعم. هو الرجال عيشتغل، هو الرجال عيشتغل، هو بعد ما خلص عمله، هو بعد ما خلص عمله. نحن اليوم نكون المواطن المصلي، ما يصير واحد يحكي غير يحكي ضميره. طيب أنا يعني وياك مويا، إذا تقول إنسان دا يشتغل، إذا تقول 50%، أن أخويا شامل خلينا نكون بالواقع بالأرقام، إذا 50% هي بداية الإعمار شنو؟ رفع الأنقاض. يعني أنت أول شيء تنظف، تشيل الأنقاض، تهدم المتفلش اللي ما يتعمر، وراها تبلش. زين يا إذا الأنقاض ما مشيولة، هاي أول خطوة، البقيات شلون كملن؟ صح، هو الرجال يعني عايشتغل، يعني كمل الشوارع وكمل الجسور والمنتزهات، واكو يعني من عدة اماكن يعني بعد يعني ما جهزوا بالفلوس. قال اني الى ما يجيني الصرف، هو طلع يعني على اعلان قال اني ما مجبر اي شيء اتحرك الى ما يصرفوني من بغداد، اللي هي منطقة الميدان، منطقة القديمة الاثرية. طيب. اللي مجاورة المي، ساحة الساحل الأيمن. طيب حضرتك تقول جهز الشوارع والجسور، الموصل أصور بها 6 جسور إذا ما غلطان أني. أي نعم. صح. هل بالإمكان يا سيد شامل، لأنه الناس قلت لك دا تصور العكس، هل بالإمكان أنك توثق هاي الأمور اللي دا تقول نجم الجبوري سواهن وطلعوه لأنه دا يشتغل، وتدزلنا إياها حتى نشوفها وننشرها للعالم؟ ان شاء الله ادز لك اياها. نعم. غير هاي المعاناه، التفوت المعاناه قابل نحن نحكي على الوضع، الامن، على السجون، هذول الابرياء، الناس الابرياء الجوا اللي ما عندهم شيء، اللي متلخطه ايدهم بالدماء. يكون الله يفرج عليهم. انت قصدك الابرياء اللي ما ايده يعني ما توسخت بدم؟ اي نعم. طيب السؤال اللي اريد اسالك اياه، هل من المعقول ان يكون بريء مسجون؟ اي اكو، شلون ماكو؟ كلها ناس اكثريتها يعني اقول لك 60% الى 70% جوا ناس ابرياء. لا انا وياك، انا عارف هذا الشيء، لكن هل من المعقول، هل من الصحيح أن البريء يسجن والمجرم بالخارج؟ طيب نازحين الموصل قدروا يرجعون؟ هذا سؤال مهم. لا لا، عوضوا الناس اللي خسرت بيوتها ورزقها وحلالها في الموصل؟ لا لا، ماكو. كل ما تروح عليهم يقول لك والله ما جتنا فلوس من بغداد، والله ما دفعوا لنا فلوس من بغداد. أنا من الناس، أنا بيتي راح، نحن بيتنا راحت وسجلنا للتعويض، وكل ما نروح وراجعهم والله اسمكم بعد ما جاء من بغداد، والله فلوسكم. طيب. بعد ما جت من بغداد. نعم نعم نعم. اي وهسه انا قاعد بالايجار، اما نطلع اشتغل الليل والنهار وازواجي اسد كله للايجار. ربي يعوضك خير ان شاء الله. يسلمك ويحفظ بيك يبارك بيك. شكرا 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 لك استاذ شامل. فيا سيدي العزيز يا استاذ شامل، مهما كان طبيعة العمل اللي ذكرته، إذا واحد بناله شارع أو شارعين وأكو ولد ولاية ما موجودين بالولاية ومهجرين، ماكو شغل بالبلد. إذا موجودين النازحين بالمخيمات والأبرياء بالسجون والبيوت مفلشة والخدمات العامة ما موجودة والبنية التحتية منتهية، فهذا كله ما يغفر الواحد إذا سواله شارع أو جسر. لكن المشكلة شنو طبيعة العمل؟ هل طبيعة العمل راح تكون مثل العبارة مثلاً؟ لو طبيعة العمل مثل القاعات مال العراس اللي بالحمدانية وتصير فاجعة مثل فاجعة الحمدانية، هي هذا اللي المفروض نحكي به، لأنه المشاهد الكثيرة اللي دا تجي من العراق، وراح تطلع ويانا بالحلقة بعض الفيديوهات لطرق البناء اللي دا يستخدموها بها بلاوي وكارثة. خلينا نروح إلى ملفنا الثاني. ملفنا الثاني راح نحكي به عن السكك الحديد. العراق بفوضى، فوضى اللي وجدتها كونداليزا رايز لما قالت الفوضى خلاقة. الفوضى اللي موجودة بالعراق طغت على كل شيء. أما فيما يخص خطوط القطارات والسكك الحديد، كمية التجاوزات
اللي دا تصير على طريق القطارات مصيبة مو طبيعية، دائما تعرقل حركة سير القطارات وتتسبب بازدحامات كبيرة في كل بلدان العالم. لما قطار يطب بمنطقة اكو حواجز تنزل، القطار يفوت والسيارات توقف، الا اللي صار بساحة عدن ببغداد. القطار وقف وتوقف عن الحركة وصافرة الانذار شغالة والهورن مالته شغال، لانه السيارات ما تعطي مجال، ما في سحولة مجال نهائيا، والسكة مشغولة والسيارات قدامها تفوت، وهو يمكن القطار الوحيد بالعالم اللي يوقف حتى تعبر السيارات. تعرفون هاي سببها شنو؟ لأنه لا عندك نظام مروري معتبر، ولا عندك عارضات لقطع الطريق على المركبات والسيارات أثناء مرور القطار، ولا عندك نظام سير بالعراق اللي كانت موجودة سابقا في زمن الدكتاتورية وما قبلها، واللي اختفت بعد عام 2003 في زمن الديمقراطية اللي عمت به الفوضى بظل حكومات وعدت ما وعدت من خدمات، ووعدت ما وعدت في بداية الاحتلال أن يكون العراق انموذج. فتخيل الانموذج اللي راح تشوفه الآن. واقفين والقطار جاهم من هاي الجهة ساحة عدن يومي على هاي الحظة. القطار واقفين يعني شكو سكه مال القطار واقفات السيارات. هاي ساحة عدن هاي يومية هذا الازدحام وذول الطلاب الواقفين. المجسر لك شوف تكملوه. شلون النظام يمنا؟ بكل بلدان العالم اكو سيارات بها ستيرن يسرى اللي موجودة بالعراق. وسيارات ستيرن يمنا موجودة في بعض الدول، الهند، بريطانيا اشهرها، نيوزيلندا مثلا، بعض دول العالم تستخدم الجهة الأخرى للقيادة. لكن احنا عندنا العكس، احنا السيارات تمشي والقطار يوقف والطيارة توقف لابن مسؤول، والطيارة توقف على مود شخص، والطيارة ما توقف إذا بها خلل، لا الطير هي وخللها، بينما باقي دول العالم الطيارة بها خلل ما تتحرك إلى أن يصلحون الخلل خوفا على حياة المواطنين. يمنى المواطن رخيص فالطيارة تحرك حتى لو بها خلل، أو توقف لأجل مسؤول بس ما توقف لأجل مواطن، أو تتأخر لأجل ابن مسؤول أو مسؤول بس ما تتأخر لأجل مواطن، تتأخر عليه ساعات وما تجي دورات. والقطارات كذلك، هذا القطار إذا وصل مسافة معينة وما منتبه أكو سيارات قدامه وما قدر يضرب بريك ويوقف، أكو كارثة تصير هنا، كارثة بمعنى الكلمة، لأنه هذا مو بس يدمر القطار، بس النظام وين؟ دائرة المرور وين؟ وزارة الداخلية وين؟ نظم السير وين؟ القواطع مال الحجز وين؟ لأن كلهن وين؟ تردون مشهد ثاني؟ المشاكل اللي موجودة بالعراق كبيرة، جسور العراق بها خلل بالصيانة مو طبيعي. تخيلوا سيارة لسبب ما وقعت من فوق جسر، وين نزلت؟ على السكة مال القطار. الشباب هنا الله يعطيهم العافية نزلوا للسكة حتى يوخرون السيارة من على السكة إلى الجانب. ليش؟ لأنه صادف سقوط السيارة لحظة مرور القطار، ولولا أنه ذول الشباب حركوا السيارة لكان همنا صارت كارثة. خلونا نشوف.
المشكله اللي صارت بالفيديو، هذا القطار مو نقل مسافرين، هذا قطار شحن وصهاريج، ما تعرف ذني مواد كيميائيه، ما تعرف ذني نفط، ما تعرف ذني غاز، ما تعرف ذني مواد قابله للاشتعال. تخيل هذا القطار اذا شايل مواد كيميائيه او مواد سريعه الاشتعال او مواد قابله للاشتعال وضرب السياره واشتعلت المواد، شنو اللي راح يصير بالمنطقه؟ والكارثه الثانيه، اكو واحد يمشي على السكه مال قطار يأشر بايده لابو القطار، ما يوقف حبيبي القطار. الخلل انتو تواجدكم على سكه القطار، لحظه مرور القطار هي خلل، صار حادث، وقعت سياره شلتوها بارك الله بيكم. بس السؤال اللي ينطق، شلون وقعت السياره؟ السياج الفوق وينه؟ لما اكو سكه مال القطار جوا، غير اكو اجراءات للسلامه على الجسر فوق حتى على الاقل تحد من حدوث هكذا كارثه. الحمد لله والشكر هذا حادث يقول لك ما صارت به كوارث او اصابات. تذكرون كنا نشوف فيديوهات على الانترنت، اكو قطار اتصور في الهند على السكه مالته مسوين اسواق وما اعرف شنو، ويا ما يمشي القطار يوخرون، يسدون البصيات مالتهم، يشيلون، يفوت القطار، يرجعون يفتحون. كنا نضحك نقول معقوله؟ معقولة أكو ناس عايشة على سكة مال قطار أو تشتغل على سكة مال قطار؟ الغريب اللي كنا نستغرب من عنده راح تشوفوه بهالفيديو، لأنه الجماعة بالعراق بانين منطقة سكنية بالشالشية، المنطقة على حفة القطار. تتخيل هذا القطار بيفوت ويا البيوت، يعني واحد إذا فتح الباب شاله، إذا واحد طلع وما حاس ينشال الولد. تخيل لحظة مرور القطار بمنطقة بجانب الكرخ من العاصمة العراقية بغداد الشالجية بشكل ملاصق لأبواب المنازل وأبواب البيوت، وعلما أنه سكة القطار ومحيط سكة القطار من المفترض أن تكون منطقة محرمة خصوصا للبناء، لكن هاي المشاهد تلقاها بس بالعراق بظل انتشار التجاوزات. والسؤال اللي ينطرح، شلون انبنت المنطقة؟ وشلون وصلوا لها كهرباء وهاي الأعمدة وإنارة ومي إسالة ومجاري؟ شلون؟ خلونا نشوف. عرفت الدنيا كلها قاعدين يمسكوا مال قطار، يعني وينك واحد يقعد هنا؟ ولك ألو القطار نصب النايمين بهاي البيوت غير؟ نقول لهم يخابروا في مع بعض. ولك الو زين، السؤال اللي انطرح هنا بالنسبه للسائق مال القطار يشتري بيت بالمنطقه هنا حتى يطبق بباب البيت؟ السؤال الثاني، اذا واحد جاي بالليل تعبان ونسى اكو سكه مال القطار وطبق وطب بيته، يقعد الصبح ابو القطار يطبق وينزل ويدق الجرس، عيني بلا زحمه اشيل السياره دا اعبر؟ شنو الموضوع؟ وين عايشين؟ هذه كلها مو تجاوزات، هاي مناطق محرمه، شلون انبنت، شلون انحطت، شلون ما حد يحكي بيها، بس واحد يبني له كشك في مكان ما بإحدى المحافظات العراقية لأن ما لاقي شغل حتى يسترزق من عنده حتى يسد جوع أهل بيته، انشال الكشك. وحدة تفتح مطعم حتى تشتغل حتى ما أعرف شنو، انشال المطعم. ليش بحجة التجاوز؟ أما التجاوز على أملاك الدولة وبمناطق محرمة عادي. عفوا، يتبلط الشارع بطريقة غلط على السكة مال القطار عادي، بحيث السكة مطمورة بالجير، القطار يجي يطير يحط اجنحه ويطير فوق الجير ويرجع. هاي كلها تشوفوها بالعراق. ذني الفيديوهات هذني فساد بكل معنى الكلمه. والفساد مستمر، فد شوي همنا راح نكمل. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، اول تعليق موجود انا من مصطفى محمد. هذا نتيجه التخطيط العمراني الفاشل اللي نتج عن هيمنه الاحزاب الفاسده وتهميش المختصين بهذا الامر وغيره. وين اكو قطار يمر بنص البيوت؟ احمد ابو جنات، عندما تحكم الأحزاب والكتل وتنصب الضعفاء والفاشلين والفاسدين. ومحمد فرحان يقول المنطقة المحيطة بسكة القطار والأنابيب النفطية والخطوط السريعة وغيرها تكون لها محرمات بمسافة معينة، والعجيب هذا شلون هيك متجاوز؟ ومو هذا، هي منطقة. ومحمد الصالحي، التخطيط العمراني
صفر. المشكلة دا يتكلمون عن التخطيط العمراني، التخطيط العمراني هو جزء من مهام وزارة التخطيط العراقية وجزء من مهام مهندسين البلديات، مهندسين البلدية المفروض بالتعاون ويا وزارة التخطيط العراقية ولجان مختصة عندهم رؤية للتخطيط العمراني والتوسع العمراني حتى يبنون شوارع ويبنون متنزهات ويبنون مدارس ويبنون 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 حتى تتوسع المدينة وتكبر 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 حتى تصير المدينة مثل باقي دول العالم. وأكو محرمات مثل ما قالوا من ضمنها سكة القطار، أنابيب النفط، أعمدة الضغط العالي أو الكهرباء الضغط العالي، ذن كلهن من المفترض ما حد يوصلهن لمخاطرهن. بس هنا إذا واحد قاعد بمنطقة بالشالتشية والقطار يفوت من باب البيت وعرس صار بالمنطقة أبو القطار يشارك بالزفة مثلا، الأهالي من يفوت القطار يفتحون سماعة برحمة لهلك لدقهورن نريد ننام عندنا مريض مثلا، لمايه من يفوت القطار تلزم لماعين بالمطبخ حتى لا يوقع من الرجه مال قاع اللي يسويها القطار، اردفتهم شنو الموضوع؟ محمد من امريكا حياك الله. عليكم اخوي سعد اسعد احييك وحيي قناه الرافدين البطله. حياك الله. هم ذول حكام الملالي، هم عم دمروا العراق من 2003. نعم. قسما بالله لا زراعه لا صحه لا كل شيء ماكو، تحت الصفر كله، لا مدارس، هم ملتهين تكرم بالملاهي والمخدرات مالتهم. ملتهين وهذا المجرم الارهابي قاسم سليماني ملتهين مالته مسوي له عزامه شنو وبيران وقسما بالله بيران راح يزورون القبر سيارته مفخخه طقت عليهم مرضتهم مرض ولا واحد طالع منهم اليوم ان شاء الله اليوم زرقوهم سيارتين على قبر المجرم قاسم سليماني الارهابي جماعه الملالي مال ايران دول قاعدين بالعراق يسوون اليوم عطله على قاسم سليماني. انتوا وينكم من قاسم سليماني ابن عمكم ابن خالكم مدمرتوا العراق خليتوا بالعراق عمي من 2003 سويتوا ورده ما زرعتوا بالشارع ورده تخريب كله تخريب وبوق وقتل تهجير الله يهجم على رؤوسكم وعلى رؤوس جاباكم قسما بالله نهايتهم قربت ما ضل شيء ثلاثه راح يقضون على الحشد هم واهلهم ما يبقون ولا حشاك ولا خنزير من عندهم لا هذا العبري ولا واحد من عندهم يبقى بالعراق والله العظيم راح يقضون عليهم هم جابوهم هم راح يقضون عليهم. تحياتي لكل قناة الرافدين. شكرا عمري شكرا لك اخ محمد. شكرا عمري شكرا. اثناء اتصال اخ محمد جتني فكرة، تخيل واحدة قاعدة بالشالشية وقاعدة تطبخ كيكة لأهل بيتها والولدها والرجلة، يجي رجل وين الكيكة؟ والله اعذرني اخويا فشلت شابة، ليش مو فات القطار؟ شعل القطار مو من الرجة باب الفرن فتح فشت الكيكة ما نفشت. يعني هذا المقطع بوحده ايش تردون تتهكمون عليه تقدرون؟ قطار بنص منطقه لا ده تنبني، يعني تتخيل ان الصوره اللي دا يصور البيت دا ينبني طابوق ملبوخ والحديد مال الباب بعده احمر ما مصبوغ دا يكملون بناء. يعني نطلع من الفساد الاداري نروح للفساد المالي، عدم مراقبه المشاريع بالعراق. احد المواطنين راح يوثق لنا الفساد والعمل الغير متقن وين؟ على احد كورنيش من كورنيشات بغداد برصف الرصيف الصخر على نهر دجله، لما يشوف المواطن اللي وثق هذا الفيديو ان الشغل ما مر عليه اسبوع وتكسر وتفلش بسبب رداءة المواد المستخدمه في بناء الرصيف وايضا النسب، وراح يقارن لكم برصيف ثاني بصفه مو بعيد عليه انبنى قبل تقريبا 25 سنه وبعده مثل ما هو محتفظ على جماليته وقوته بسبب النسب الصحيحه. خلونا نشوف احمد وادي مشروف هذا الشغل هذا اللي على نهر دجله الحجر هذا كان مفلش وجابه مقاول اشكبه ايش قدها ما اعرف الله اعلم ايش قد كلفه. طبعا هذا ما صار له بالمناسبه ما صار له اسبوع ما صار له بس بقى الصب مالتهم شلون يلعب النفس عبارة عن عمر كلهم خربط ما اعرف نسوي بالمكناسة ما اعرف مو مالت يمكن مكناسة بقى هنا شلون تفلش لان عبارة عن عمر زين هذا على طول الشب هذا اللي مقابيل التقاعد العامة مقابيل الشواكة وشوف لي هذا الصب القديم بقى هذا الصب القديم شلون حلو هذا الحجر وقال واحد زين انا بس اريد اسال المسؤول اللي نقل مشروع هذا المقاول ما يجي باوع
ماكو واحد يجي يشوف يحاسب، يعني انت هذا المقاول مو المفروض يتحاسب على هذا الشيء؟ من سوى هذا كله وراح. طبعا هاي من غير الوساخه اللي عافه، الانقاض اللي عافه بمكانها وراح. اسبوع اكثر من 25 سنه، اسبوع تفلش اكثر من 25 سنه، بيه كم فطر حتى لا يجي واحد يقول ما بي اضرار، لا انفطر بس محافظ. اسبوع الماده ما صب عباره عن 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 تراب بايدك تفتتها واعوج ومايل، هذا كله ما حد انتبه له. بس كان اكو فرق، هنا كانت اكو ناس تتابع واكو ناس تشتغل بقلب واكو ناس تخاف من العقاب فتشتغل بهذا الشغل حتى تسلم صح، واللي يستلم يمشي على ضوابط معينة. غير انه في كل بناء بالعالم ياخذون جزء من الاسمنت اللي يصبون به كل صبة حتى يفحصوه بالمختبرات، دا يشوفون النسب المستخدمة بالاسمنت بالنسبة الى الرمل والحصو والاسمنت والمي مطابقة للمعايير لو لا، ومطابقة للمكان وما اعرف شو، حتى يثبت اكبر فترة زمنية. الا بالعراق نطلع من بغداد نروح الى النجف، هنا عندنا مواطن يرصد لنا بكاميرته الشغل في مرآب المحافظة، اللي من المفترض انه راح يصير بهذا الجراج محال تجارية ومرافق خدمية اخرى، لكن العمل من اوله يقول المواطن بكمية فساد مو طبيعية بالمشروع، ويطالب الجهات المسؤولة أن تسرع وتتدخل لمراقبة العمل حتى لا يكون حالة كحال باقي المشاريع اللي وراء فترة زمنية يتكسر يتفلش ويوقع. هذا راح يصير بمحال وراح يصير بمرافق، تخيل أن الناس راح تطبله، فإذا هذا بخلل بالبداية خصوصا في نسب الحديد واستخدام الحديد في حديد معين في الصب الأرضيات والسقوف والأعمدة، فتخيل إذا وقع على رؤوس الناس إيش راح يسبب لنا. خلونا نشوف. يبدو أنه أكو خلل بالصوت بالفيديو، لكن هو المواطن اللي يقول أنه هذا الحديد بالنسبة إلى الأعمدة ذني دا يستخدمون حديد نص إنش، بالنسبة إلى الحديد الجو الشبكة اللي موجودة بها الصبة يقول المسافة بين شيش وشيش أكثر من 40 سنتيم، هاي المسافة خاطئة بالبناء راح تسبب ضعف بالبناء، راح تسبب ضعف وهشاشة بالصبة، ذني كلهم راح يأثرا على مدى استقرار البناء ووقوف البناء أكبر فترة زمنية. هذا البناء اللي من المفترض راح يكون جراج بمحلات تجارية بمرافق خدمية بمكاتب بشركات بسوبر ماركتات، وناس راح تطب وتطلع، فإذا استخدمت حديد بهذه الصورة خاطئة وبعدت بين المسافة حتى تقلل نسب الحديد واستخدمت نوع حديد معين بالعمود، فتخيلوا الكارثة المستقبلية اللي راح تصير بهذا المكان. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من صالح الثرواني يقول لعد شلون يستفادون ملايين، مصلحة الوطن آخر توقعات. أحمد الخالدي للأسف ماكو رقابة ومشاريع فاشلة. صالح العتابي يقول أين المدافعين عن محافظة النجف الأشرف؟ هذا المشاريع فاسد من أول يوم لهذا اليوم أصبح محافظ. محمد الخالدي يجب تغيير جذري لمدراء الدوائر الحكومية بالداخل، كافي سرقات وكافي دعاية. كان هذا تعليق الناس على هاي القضية اللي هي قضية الفساد الإداري والمالي والتنفيذي في المشاريع الخدمية اللي هي في تماس مباشر ويا المواطن العراقي. أبو عمر من بغداد حياك الله. حيا الله قناة الرافدين، وحيا الله أستاذ أفل المحترم، وتحياتي لجميع المشاهدين الأعزاء. أستاذ أفل، إحنا نشوف كل المعاناة اللي بيعانيها العراق من 2003 ولحد الآن، يعني إذا كانوا مثل ما يعتقدون أنه دي يسوون شوارع أو هاي الجسور اللي قاعد هسه بالوقت الحالي، هذه كلها ماكو منها يعني نقدر نقول اختلافات، يعني عن زمن اللي قبل ما بنوا 20 سنة من المشاريع المتلكحة، ولحد الآن أي مشروع عندهم ما تنفذ وما تم إنجازه، لأن كلها مشاريع غير صحيحة وغير مشرفين مهندسين من قبل هاي الحكومة، إذا كان حكومة الكاظمية أو حكومة محمد الشياع السوداني
كل الحكومات نشوف ماكو اي عقوبه وماكو اي يعني محاسبه المشاريع اللي قاعد تصير عندنا. يعني عندنا كثير بنايات عماير يعني ببغداد او بالمحافظات وقعت وتفلشت وسببت يعني ضحايا كثيرين عندنا. يعني ما نستذكر انه عندنا قبل فتره اللي صار عندنا بالكراده اللي سمعنا قبل فتره اللي وقعت هاي البنايه. هاي المفروض لو كان اكو عندك دوله وعندك حكومه يعني تحاسب من هو هذه البنايه وسبب هذا يعني سقوط هاي العماره. فمنشوف هذا الفساد المال اللي قاعد يصير عندهم وعدم اهتمامهم للمواطن العراقي. ما يهتمون انه شاط او على نهر دجله يعني يجي مقاول ياخذها مقاوله يعني من يرطبها بالحجر. ما يهمه اذا كان اسبوع واذا كان شهر ما يهمه. المهم المالات يخليه بجيبه ما يهمه ويطلع. ليش؟ لانه من وراء فاسدين. واللي لزم هاي المقاوله ايضا اخذها من احزاب فاسده وناس قياديين فاسدين. فتترجى من حكومه انه كلهم طبقات فاسده واحد مع اخر. يعني ذول الناس ما يتحاسبون لا قضاه ولا قانون. هي ارواح المواطنين اللي قاعده تروح بالطرقات الخارجية نشوف القصات العكر اللي قاعد نشوفها يومية. آلاف الحوادث اللي قاعد تصبح عندنا ببغداد ومحافظات كلها ما تدير شأنها وما تدير يعني نظرها وما تدير اهتمامها. مديرية الطرق والجسور، مديرية المرور العام، كل هاي ما جاي تخاطب رئيس الوزراء بأنه هناك حوادث وقاعد تصير سببها أنه هي أساس الحكومة. فهذا يعتبر عيب وعار على الحكومه. من نشوف شعبها من نشوف هاي الانجازات الفاشله اللي ما هي متقدمه بصوره صحيحه والمواطن ما يرضى عنها. هذا يزيد من فسادها، يزيد من سرقتها، يزيد من قيمه الحكومه. هاي كلها ترجع للحكومه واموال الحكومه واللي قاعد يشتغل بها. فللاسف لو احنا عندنا دوله صحيحه لكانت حاسبه ولكان اخذوا جزاهم العادل. بس احنا عندنا ميليشيات مخدرات، عندنا نهب، عندنا سلب، عندنا بناء مولات، عندنا بناء مستشفيات لهم. هاي يكونون بيها يعني مرمميها على يعني احسن الاكمال واحسن التجهيزات اللي تتجهز واحسن البناء اللي يقوم لها. ليش؟ لانه راد لهم لجيوبهم الفاسده. اما للمواطن للمصلحه العامه فهاي ما يعتبروها. ليش؟ لأنه مو خدمة المواطن، هم خدمة جيوبهم أنفسهم. ونسأل الله تعالى أن يخلص من هاي الحكومة الفاسدة والأحزاب الفاسدة، لأنه إحنا الشعب العراقي ما راضين عنهم بسبب هذه عمايلهم الفاسدة. ومن الله بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بهاي الحكومة الفاسدة. وتحياتي لك أستاذ أفل ولقناة الرافدين البطل. حياك الله. شكرا شكرا زين. أدنى قضية أخرى هم أنا فساد. أنتوا تلاحظون الفساد اللي طلع بهاي الحلقة؟ بديناها مي تمطر الدنيا تغرق الدنيا، وهاي كل شتاء عندنا فيديوهات كثيرة عن معاناة التلاميذ لأنه هم دا يسبحون بالطين. مشيناها إلى القطارات اللي بها سرقات إلى 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 مناطق محرمة تابعة إلى الدولة. مو من المفروض أن واحد يبني بيها، ولا من المفروض أن واحد يتهاون أنه يمشي قدام قطار هو ماشي وراها. وصلنا إلى الفساد بالمشاريع الخدمية. شفنا واحد ببغداد رصيف باني غلط أسبوع ما طول، والثاني دا يستخدمون حديد بصورة خاطئة في محافظة النجف بمرآب المدينة. أما هسه همين عندنا فساد من نوع آخر. ناشطين من البصرة انتقدوا الزيارات الاستعراضية لمسؤولي الصحة إلى المحافظة، خصوصا إلى المستشفى الكويتي واللي متلكئ لحد هاي اللحظة وما أكمل إنجازه على الرغم من وصول مراحل الإنجاز به إلى نسبة 95% بحسب الناشطين. وبينوا أن المستشفى مبنى بالكامل بأموال منحة كويتية وليس من الحكومة العراقية، وليس بأموال العراق، منحة من دولة أخرى لبناء هذا المستشفى. مع هذا رغم احتياج المحافظة إلى المستشفى إلا أن المستشفى متروك متلكئ إلى حد هاي اللحظة. خلونا نسمع. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المستشفى منحة كويتية
فلا يوم يجي الواحد قاطة ورباطة ويفتر هنا وكأنه ما هو بطل قومي جايني أنا سويته وأنا نجسته وأنا عطته 95% على الكويت وحسنات التبقى. مستشفى الجراحي الكويتي يكتمل بمنحة الكويت 95% فترة وجيزة وكملوا 95% ولكن 5% المتبقية الله أكبر سلموها الدائرة الصحة البصرة صارت سنوات يشهد الله ورسوله معطلة 5% لا حد يجي لنا مثل ما قال ابو علي يطقطق صور وانا وطق الشريط لا الوزير يريد يجي عمي ولا مدير الصحه يكمل ودي كوادرك واقعد واسكت بالتالي الحكومه العراقيه كل شيء ما قدمت مستشفى الامراض السرطانيه مال الاطفال اللي هو مستشفى الطفل هديه الامارات مستشفى الصيني هديه الصين مستشفى السيارة هديه الاتراك احنا عندنا هاي الجمهوري عندنا التعليمي الموضوع بناء عبد الكريم قاسم فبالتالي هاي الحكومة كل شيء ما قدمت الحاكم الجعفري كل شيء ما قدم استبشرنا خير بالحاكم الجعفري. شكرا. إلى أي دولة تقدم هدية إلى العراق؟ بس السؤال اللي ينطرح في ظل الميزانيات الانفجارية واللي تعادل ميزانيات دول مو دولة، محتاج العراق إلى منح حتى يبني هكذا أشياء؟ ليش هذا البلد اللي كان ينطي منح ليش اليوم صار يقديهن؟ هذا البلد اللي كان مستقر ليش اليوم جوعان للاستقرار؟ هذا البلد اللي كان باكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية والصناعية ليش اليوم بحاجة إلى ذني؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت. أكرم جواد يقول الصحة بالعراق عدو الشعب الأول، لأن ما تريد المواطن يتعالج بالحكومي تريده بالعيادات والمستشفيات الخاصة. وسعد عباس، سبب إهمال الحكومة للجانب الصحي هو أن علاج المواطن يستهلك أموال وخدمات ولا يوجد فيه مكسب للمسؤول، فكما نعلم أن المسؤول يبحث عن المكسب أولا مثل العقود الاستثمارية والتجارية إلى آخره، المشتكى لله سبحانه. محمد عريبي، مستشفى الصيني بالبصرة صار لها قرن يمتى تكمل؟ ليش ماكو متابعة لموضوعها من قبل الحكومة؟ وغسان جاسم محمد يقول والله يا عمي صحيح، هذا هو واقع الحال، حرامية من الله ما عندهم خجل يخجلون من الكلام مستحيل. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. عندنا انفوغرافيك عفوا عن الذكرى الرابعة لمقتل سليماني والمهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، واللي حصل قبل 4 سنوات أنه طارت طائرات مسيرة من قبل الجيش الأمريكي نفذت هجمة على مركبتين قل سليماني والمهندس وبعض من زعماء الحشد، أدت إلى مقتل سليماني والمهندس وبعض من رافقه في تلك المركبتين. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك اللي سلط بقسم التواصل الاجتماعي الضوء على هاي القضية.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. اكو كلمه واحده قالها المهندس، قال نعم انا جندي عند سليماني. من هو سليماني؟ السؤال اللي ينطرح هنا مو خيانه كبرى ان واحد ياتمر بامر شخص من دوله اخرى؟ ما يعتبر هذا تخابر في قانون المخابرات الدولي؟ ما يعتبر هذا خيانه الى البلد؟ ما يعتبر هذا ولاء الى بلد اخر؟ ما يعتبر هذا بيع الوطن الى الاخر؟ بالمقابل هل هنالك اي شخص بايران من رئيسها الى اصغر واحد بهم ياتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه او زعماء الميليشيات او قاده التيارات او المراجع او غيرهم؟ كلها لا، بس الجماعه يمنا يقول لك اي احنا ناتمر بامرهم. فهاي مو تعتبر خيانه للبلد؟ لا لا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة. انتظروني.